فجعت الدراما السورية الأحد 13 أكتوبر 2019 بوفاة الممثلة نجوى علوان بعد صراع مع المرض، وعلى إثر شيوع الخبر نعاها عدد من الفنانين السوريين من خلال حساباتهم على الفيسبوك. وأبرز هؤلاء الفنانين الفنان أيمن زيدان الذي كتب: رحيل نجوى فاجعة حقيقية، كما علق الفنان وائل رمضان: وداعا نجوى علوان، لروحك السلام. وأعربت الفنانة شكران مرتجعة بالغ الحزن والأسى، معلنة أسفها لنشر الخبر عبر حسابها، وكتبت: نجوى علوان رحلت، زميلة المعهد ذات العيون الخضراء المبتسمة دوما، لم أعد أقوى على الرثاء، اعذروني إذا مت يوما بجرعة زائدة من الحزن. حسبي الله ونعم الوكيل، تعازيا لأحبتها القصر، أعتذر لمن سيقرأ الخبر على صفحتي، أعلم صعوبة هذه الأخبار. الله يرحمه. تيم حسن كتب: رحم الله الزميلة نجوى علوان، تعازية لأسرتها الكريمة، الله يصبرهم ويعينهم البقاء لله. ويشار إلى أن الفنانة الراحلة تركت أرشيفا كبيرا من الأعمال المميزة، ومنها مسلسلات نهارات الدافلي ومقامات بديع الزمان الهمزاني والتغريبة الفلسطينية وعنترة بن شداد والاجتياح والعقاب. الله يرحمها. وهنشوف رحيل طلعت زكريا وكيف كانت هنا الزاهد بتعزه ووالدتها أيضا، وكتبوا إيه عنه. والدتها اللي هي طليقته كتبت: كان جنتي. هنشوف دلوقتي كتبت إيه. حيث نعت السيدة شيرين المنزلاوي والدة الفنانة هنا الزاهد الفنانة الراحل طلعت زكريا بكلمات مؤثرة. وقالت شيرين المنزلاوي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: عرفت يا حبيبي إن كل الناس بتحبك لأنك أطيب وأحن خلق الله، هتفضل معايا لغاية ما أروح لك، وأبقى معاك إن شاء الله، واللي مصبرني إن كل تعب وألم السنين راح منك، وتعب ما يستحملوش بشر استناني يا طلعت يا حب عمري وجنتي. يشار إلى أن شيرين المنزلاوي كانت قد انفصلت عن طلعت العام الماضي في هدوء شديد، واستمرت علاقة الصداقة بينهما حتى كانت طلعت زكريا أول الحاضرين لحفل زفاف ابنتها هنا. وده البوست اللي حطيته اليوم. وهنشوف برضو هنا الزاهد كتبت كلمات مؤثرة. نعت الفنانة هنا الزاهد الفنان الراحل طلعت زكريا طليق والدتها بكلمات حزينة ومبكية ومؤثرة. ونشرت هنا الزاهد عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات صورة تجمعها بالفنان الراحل طلعت زكريا، وعلقت قائلة: دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع أبويا وحبيبي وسندي اللي كبرت معاه سنين، وعايز أقول لك إنك ربنا هيدخلك الجنة يا أطيب خلق الله. وتابعت قائلة: أنا عايز أقول لك إني ما عرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك، عمري ما قلت أصلا تقريبا بابا غير ليك، كنت بجري عليك أول ما أعمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما. وأضافت: فاكرة أول بيض أومليت وقلت لي أعملي مطعم بالهنا والشفا، وإديتني 100 جنيه عشان تشجعني أطبخ. كنت دايما بتقولي أنت هتبقي حاجة كبيرة، وكنت بتشجعني، كنت فخور بيا لما اتخرجت وعيطت اليوم ده. واختتمت هنا كلماتها قائلة: أنا عمري ما حسيت إنك مش أبويا اللي مخلفني، أنا مش مصدقة إني مش هشوفك تاني، وأقول لك زازي يا زازي، نفسي ترجع، وأقول لك قد إيه إحنا بنحبك كلنا، وأقول لك إنك أعظم ممثل، أنا بحبك أوي، وما كنتش أعرف إني بحبك أوي كده، هتوحشني يا أحن إنسان عرفته في حياتي، أرجو الدعاء. وهي دي الصورة اللي نشرتها، آخر صورة ليها معاه، وحطت
حصلت الصورة اللي حطيتها 451,000 إعجاب في 10 ساعات ماضية، الله يرحمه. أعربت إيمي ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا عن حزنها الشديد وتأثرها بوفاة والدها، مؤكدة أنها لن تحتفل مرة أخرى بعيد ميلادها الذي سيحل بعد 4 أيام، وذلك لغياب والدها الذي اعتاد على الاحتفال معها. ونشرت إيمي عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام صورة جمعتها بوالدها وهي صغيرة أثناء احتفالهما بعيد ميلادها، وعلقت عليها قائلة: عيد ميلادي كمان كام يوم، وعد علي عمري ما هحتفل بيه من بعد ما كنت بتحتفل معايا بيه كل سنة لغاية السنة اللي فاتت، انت قلبك حاسس يا حبيبي، لسه كنت بتقولي بلاش تعمليه السنة دي قبل ما تموت ب4 أيام عشان مش هتكون معايا، ربنا يرحمك يا أغلى الناس. ودي الصورة اللي حطيتها وهي صغيرة معاه في حضنه، يا ترى كان قلبه حاسس؟ دي صورة تانية نشرتها برضو معاه وكتبت عليها: يا رب تقبلها منه، يا رب أنا مبسوطة إن زورنا بيت ربنا مع بعض، دي أحلى حاجة مطمناني عليك، يا حبيبي ربنا يرحمك وينور قبرك ويصبرني، الناس بتقولي بابا مات وأنا بقول أنت عايش في قلبي وكياني وروحي وعمرك ما هتموت في نظري لغاية لما جيلك، انت في احسن مكان، انا مطمنة عليك ومرتاحة، اشوفك على خير يا ابي. كلمات مبكية طبعا، صدمة عليها شديدة، هو رحل حوالي 58 سنة. ونشرت برضو الصورة ديت وكتبت عليها: ليلتك كانت حلوة يا حبيبي، ربنا يرحمك ويغفر لك وينور قبرك، كتبتها امبارح الجمعة. أيضا نشرت صورتها وهي كبيرة في حضنه وكتبت برضو عليها: في الجنة هشوفك وهكون فرحانة قوي وهحضنك ومش هسيبك أبدا، أنا عارفة إنك معايا هنا كمان في الدنيا وحاسس بيا، كان نفسي تفضل كمان شوية بس ده قضاء ربنا ومؤمنين بيه، ربنا يرحمك يا حتة من قلبي، مشيت وأخدت مني كل حاجة حلوة، كنت ظهري وسندي، بس هفضل برضو فخورة إني بنتك لآخر يوم في عمري. الفاتحة، الله يرحمه. دي إيمي طلعت زكريا، وهنشوف برضو ابنه كتب إيه وشكر مين. أقيم مساء الخميس الماضي عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا في مسجد الحامدية الشاذلية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، وكان في مقدمتهم علاء وجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وفي منشور له على حسابه الخاص في انستغرام كشف عمر نجل الفنان الراحل عن اتصال الرئيس الأسبق به لتقديم واجب العزاء وكذلك لأسرته، ونشر صور جمال وعلاء من العزاء ووجه الشكر لهما ولوالدهما على مواساتهم للأسرة في هذا المصاب الأليم، وعلق كاتبا: شكرا لكل من واساني في وفاة أبي، وأخص بالشكر الناس النظيفة الأصيلة الكويسة، ولاد الأكابر، ولاد الريس محمد حسني مبارك على سعيهم لحضور العزاء، وتابع: وأخص بالشكر السيد الرئيس محمد حسني مبارك على اتصاله شخصيا وتأدية واجب العزاء لي ولأختي ولأمي، ربنا يرحمك يا حبيبي ويجمعنا بيك في الجنة. ونشر الصور ديت مع جمال وعلاء مبارك في العزاء اللي أقيم يوم الخميس اللي فات، وده اللقاء اللي جمع بين حسني مبارك وطلعت زكريا. ده البوست اللي حطه: شكرا للناس النظيفة الناس الأصيلة الكويسة، ولاد الأكابر، ولاد الريس محمد حسني مبارك. ومن ناحية أخرى كشف المؤلف عمرو سمير عاطف عن أسرار جديدة في حياة الفنان الراحل طلعت زكريا من خلال منشور طويل عبر حسابه على الفيسبوك،
وكتب: اشتغلت مع طلعت زكريا الله يرحمه سنة 2010 في سيت كوم جوز ماما، كان عمل لطيف في الحقيقة، بس كان وقت إنتاجه بيشهد انحصار الأعمال الكوميدية بشكل عام، والسيت كوم خصوصا لأسباب يطول شرحها. طلعت الله يرحمه كان لسه خارج من مرض طويل نادر خلاه يبقى بين الحياة والموت لمدة سنتين، والعمل ده كان من أول الحاجات اللي عملها بعد ما ابتدى يخف. وأضاف: كان عندي فضول إني أعرف تفاصيل اللي حصل، فسألته وإجابته كانت فعلا غريبة جدا. قال لي إنه بعد سنين طويلة من الكفاح والتعب فجأة بقى نجم وكل الناس عايزة تشتغل معاه، ومبعوت له 3 سيناريوهات على البيت مع عربين عدت 500,000 جنيه، وكان مبلغ وقتها، وكان قبل كده اشترى فيلا وعمل فيها بيسين، وفي يوم في عز نجاحه وإحساسه بنفسه نزل البيسين بتاعه وطلع مدد على الشيزلونج ولبس روب ومسك في إيده سيجار وحس إنه بقى باشا زي اللي كان بيسمع عنهم وبيشوفهم في الأفلام، فخاف جدا وحس إن ده كتير عليه، وافتكر إنه عمل حاجات كتير مش كويسة في حياته، وافتكر ربنا وقام اتوضى وصلى ركعتين ودعا وقال: يا رب احفظ ولادي وما تاخدهمش بأي ذنب أنا عملته، وخلص مني أنا أي ذنوب. وتابع: قبل ما اليوم يخلص كان اتنقل على المستشفى ودخل في غيبوبة استمرت سنتين بسبب مرض نادر يقال إنه جاله من مية البسين. قال لي: خرجت من الغيبوبة كأني عملت 3 أفلام ونجحوا، الريس عايز يقابلني والناس كلها بتتكلم عني، وحسيت إن ربنا غسلني من ذنوبي كلها. واختتم المسلسل كان بيتصور في استوديو العزبة على ترعة المريوطية. أول حاجة عملها طلعت زكريا إنه بنى جامع صغير جنب الاستوديو. ما قابلتوش من وقتها واتضايقت جدا زي ملايين غيري من التصريح اللي كان قاله وقت الثورة، بس كنت فاهم هو ليه بيعمل كده بعد ما قابل الرئيس اللي أمر بعلاجه على نفقة الدولة. لكن من خلال التعامل اللي كان بينا والمرات القليلة اللي اتكلمنا فيها ما بفتكروش غير بكل خير، الله يرحمه. ومن ناحية أخرى، حالة من التعجب أصابت جمهور الفنان الراحل طلعت زكريا بعدما وجد متابعوه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك منشور جديد على لسانه مكتوب به: ادعوا لي انا في مكان احسن واللي زعلان مني يسامحني. الفاتحة. مما جعل البعض يتساءل هل طلعت زكريا يتحدث وهو متوفي، والبعض الاخر رجح بان تكون ابنته ايمي او ابنه عمر هم من كتبوا هذا المنشور. وده المنشور اللي اتكتب على حسابه اللي هو طلعت يوسف: ادعوا لي انا في مكان احسن واللي زعلان مني يسامحني. الفاتحة. هو ده.
مع محمد.